السلام عليكم إخواني أخواتي، فيديو جديد. أتمنى أن الكل يكون بألف خير. معكم أخوكم عبد الحكيم. في هذا الفيديو راح أشرح لكم كيفية إزالة أو حذف جميع أصدقاء الفيسبوك الغير نشيطين أو الغير متفاعلين مرة واحدة وبضغطة واحدة بطريقة جد سهلة وبسيطة جدا. فقط خليك معي حتى آخر الفيديو. قبل ما أبدأ في الشرح، لا تنسى الاشتراك في القناة وفعل زر الجرس لكي يوصلك جديد، ودعم فيديو باللايك. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا اخواني اخوات من جديد، نبدا في الشرح على بركه الله. راح ندخل هنا الى خانه البحث في متجر جوجل بلاي، ثم راح نقوم بالتحميل هذا التطبيق. راح اسيب لكم رابط تحميل هذا التطبيق اسفل الفيديو في الوصف. ثم راح نخرج وندخل الى التطبيق. اولا راح نقوم باختيار اللغه، ننتظر قليلا حتى يتم تحميل جميع التطبيقات. اولا راح نقوم باختيار اللغه، اختار انجليش، ثم بعد ذلك راح نضغط هنا للتسجيل في الفيسبوك الخاص بنا الذي نريد حذف جميع الاشخاص الغير متفاعلين او الاشخاص غير نشيطين على الفيسبوك الخاص بنا. ثم بعد ذلك راح نضغط على لوجين، ثم هنا ينبثق عندنا هذه الشاشة. هنا راح ندخل الجيميل الخاص بالفيسبوك الخاص بنا، ثم كلمة السر الفيسبوك الخاص بنا، ثم نقوم بالضغط على تسجيل الدخول بطريقة جد سهلة وبسيطة. أنا راح أقوم بالدخل الفيسبوك الخاص بي، ثم نكمل الشرح. بعد القيام بتسجيل الدخول في الفيسبوك الخاص بك، هنا راح تنبثق معك صورة البروفايل الخاص بك، هنا اسم الفيسبوك الذي نريد حذف الأصدقاء الغير نشيطين عليه. ثم راح نضغط هنا على هذه الخانة، هنا إخواني أخواتي، نضغط هنا. ثم بعد ذلك راح ننزل إلى الأسفل، ثم راح نضغط هنا على remove no interactive friend، يعني حذف جميع الأصدقاء الغير متفاعلين على الفيسبوك. نضغط ثم راح ندخل هنا، راح تنبثق لنا هذه الصورة. ثم نضغط على load data، هنا راح تنبثق لنا الأصدقاء الغير متفاعلين، الأصدقاء الذين لا تتكلم معهم كثيرا، الأصدقاء الذين لا تتكلم معهم كثيرا، الأصدقاء يعني غير موجودين دائما. هنا عد لي 165 وأنا في الفيسبوك الخاص بي عندي 205. ثم راح تلاحظ هنا يمكنك التمرير بالضغط، هنا يمكنك هنا إزالة بعض الأصدقاء الذين لا تريد يعني لا تريد حذفهم. مثلا أنا لا أريد حذف هذا الصديق أو الصديقة، يعني لا تريد حذف بعض الأصدقاء، يمكنك التحكم في هذه الخانة. ثم بعد ذلك راح نضغط هنا على ستار ريموف، ثم راح نلاحظ هنا يتم عد الأصدقاء وحذفهم من الفيسبوك الخاص بك، الأشخاص الغير نشيطين أو الغير متفاعلين أو الغير لا تتكلم معهم كثيرا لمدة أو لفترة طويلة. نلاحظ هنا يتم العد. أتمنى إخواني أخواتي الشرح يكون نال إعجابكم، أتمنى الشرح يكون ظريف خفيف على قلوبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعل جرس الجرس لكي يوصلكم جديد، ودعم الفيديو باللايك. شكرا على مشاهدة الفيديو، باي باي.